السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة ان شاء الله. شير لايك سبسكرايب في اول الفيديو، ما تنساش زر الاشعارات عشان يوصلك جديدنا. والجمعة مباركة عليكم يا رجالة، وصلوا بينا على النبي. النهاردة يا معلم هنكمل الكارير بتاعنا. اخر مرة وقفنا عند الجولة الخامسة من تشامبيونز ليج، وبعد كده عندنا جولة في الدوري الاسباني، وبعد كده عندنا الكلاسيكو. اكرر تاني، عندنا الكلاسيكو. ليه بكرر كده كتير؟ هتقول لي بتكرر يا عم؟ اقول لك ليه. علشان الجوله دي حرفيا هتحسم الدوري. يعني انا بقول لك والله من قبلها اهي، الجوله دي حرفيا هتحسم الدوري يا جدعان، وربنا ان شاء الله يسترها. غير بقى في التشكيل المره دي، حبيت ابتدي بفاسكيز وراموس، وهنغير برضو في خط الوسط شويه، ننزل تشواميني. اي حد ما بيلعبش يلعب، نديله فرصه برضو. او ايه، ادينا احنا متاهلين فمش خسرانين حاجه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. سنتك شد حلو علينا من اول الماتش كده على طول، مفيش تفاهم. والله يا بابي استعرض كده من اي حاجه، ماشي يعني انا اعتبرها فرصه. خد رونالدو. لا 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 لا، مش كده مش كده، عايزه تزيد. بالمناسبه يا شباب، مبروك للمنتخب المغربي. انا اخر مره الفيديوهات اللي انا بعملها بصوتي انتوا عارفين مش كتير، فالفيديو ده احب اهني الشعب المغربي كله والشعب العربي كله بالتحفه اللي حصلت في كاس العالم. الحمد لله رب العالمين، اول منتخب عربي يتاهل لربع نهائي تقريبا في التاريخ، فيا رب ان شاء الله يكملها لهم بالستر ويطلعوا كمان نص نهائي. باذن الله باذن الله ان شاء الله نكمل نص نهائي وبعد نص نهائي كمان، يعني ربنا معاهم باذن الله، لان هو منتخب محترم، منتخب مادي كويس جدا مع عباقره اوروبا يعتبر. والحمد لله ربنا استر علينا في الهجمه دي بالمره كده. ان شاء الله ربنا معاهم باذن الله في اللي جاي. هتقولوا لي انت كنت مرشح اسبانيا للفوز بكاس العالم؟ انا متوقع اللي متابعني هيعرف ان انا كنت قايل كده. انا كنت مرشحها من اول البطوله يا باشا، مش عشان هي بس تكسب مثلا المغرب ولا حاجه، لا انا اصلا مرشح اسبانيا من اول البطوله. بس انا برضو ايه، نوعا ما بصراحه مش زعلان ان هم طلعوا، الحمد لله جون اهو. مش زعلان ان هم طلعوا اساسا، لان هم طلعوا لعيب منتخب عربي، وفي نفس الوقت انا مش بشجعهم. يعني انا مش هزعل لان انا ما بشجعهمش اصلا، فده عادي يعني. اهو توقع الحمد لله بتاعنا فشل، وانا بقول يعني الحمد لله ان هو فشل، يعني الحمد لله ان هو فشل، جت ايه بخير علينا احنا الحمد لله. يا مبابي يا ولا يا لعيب يا مبابي، ايه ده يا ابني ده؟ طب ما انت رايق النهارده اهو، اكيد رايق عشان بنزيما مش موجود. متاكد من الموضوع ده؟ بلعبه في مركزه يعتبر. يلا الحمد لله. لا 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 لا، راح فين عمال؟ هو احنا اتأهلنا بس مش عايزين نخسر برضه. شكرا. خش رونالدو، خش رونالدو. مش انت يا ابني، مش انت يا ابني، انت بتسمع من ايه؟ يا ولا يا لعيب، وبعدين بقى ولا حاجه. ايه ده، ما خدتش بالي ان هازارد بيلعب. والله هو انا كنت منزله بس معايا، ما خدتش بالي منه في الملعب بصراحه. الراجل ده كان اسطوره يا جدعان والله، هو مازال اسطوره كل حاجه، بس للاسف الاصابات بقى اللي انهيته حرفيا. كمل تحت يا ابني، انت ايه، انت باصص لي ليه يا اسطى؟ ايه انت مصدوم من ساعه ما اسبانيا خرجت ولا ايه؟ فوق يا عم، هتتصدم عندنا احنا. خش يا ماشي.
لعيبه سيلتك عايزه تعمل حاجه مش عارف ايه هي، يعني هم عمالين بيرقصوا من اول الماتش، يعني يعتبر ما شاطوش ولا شاطوا على الجون، بس هم عايزين يعملوا حاجه. شاطوا شوطه واحده بس باين، وكورتوا شالها. بس هات الشوط التاني، احنا مش عايزين حاجة، هات الشوط التاني شكرا. عايزين ايه، ننجز الماتش ده كده، هو يعتبر تحصيل حاصل اصلا، بس ادينا بنجرب الناس اللي هم الاحتياطي، يمكن يثبتوا نفسهم معانا برضو، يمكن نطلع ظالمين حد ولا حاجة، لا سمح الله يعني. حلو يا اسينسيو، كمل يا اسينسيو، ماشي يا اسينسيو، بعدين يا اسينسيو، حلو الضغط. لا 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 لا، قضية عرضية ولا ايه؟ ماشي، مش هقول لك لا. خلي بالك يا راموس، شكرا لك. انا عايز اقول لكم ان انا لحد دلوقتي ما عرفتش مين اللي هيبقى في النهائي والله، يعني مش دايما، والله اعلم طبعا مين اللي هيبقى في النهائي، بس الواحد حرفيا من ساعه بدايه كاس العالم ده مش عارف مين، مش عارف مين اللي هيتاهل، ولا مين اللي هيكسب، ولا مين اللي هيخسر، هو مش متوقع بصراحه، بس هي لحد دلوقتي يعني اعتقد مش هتخرج عن فرنسا والبرازيل، حاسسها كده يعني لحد دلوقتي. ادينا ايه، يعتبر ما فشلنا في توقع، ننجح في توقع تاني، مبقاش كله عشان يبقى الموضوع احسن شويه. امشي يا كابتن، امشي يا كابتن، بره يا كابتن، بره يا كابتن، فيها يا كابتن، شديت حيلك ليه كده الشوط الثاني فيه، ولعبت انا نامت مش عارف في ايه برضه. اجري يا رونالدو، اجري يا رونالدو، اجري يا رونالدو، رونالدو مجهود حلو برضه. احنا بالمستوى ده كده يا جدعان مع برشلونة مش عارف نعمل ايه والله، يعني لا لا الله والله في الماتش ده، انا عارف ان انتوا احتياطي كل حاجة، بس برضه يعني لا انتوا كده احتياطي بالصفقات اللي احنا عاملينها، يعني دول المفروض الاساسي من غير الصفقات، يعني واخدين بالكم عدا راموس يعني ورونالدو والناس اللي قدام دي، يعني يعتبر في شويه اساسيين بيلعبوا معانا في الماتش ده، اللي هم العاديين اللي هم بتبتدي بيهم اللعبه، يعني منهم اسينسيو اللي كان هيضيع ده. لا لا مش ده، مش ده تقريبا، انتوا قريتوها معايا، انت عايز الاسيدسي، بس للاسف مبابي اتحنن عليها. استنى يا كابتن، استنى يا كابتن، هازارد فين؟ عايزين نشوفك هازارد كده فين؟ ما تبانش ليه يا عم الحياة؟ زعلان مننا ولا ايه؟ خش خش خش، نظر يلا مبابي ده عايز اظهر بيعمل حاجة، اوعى يا جدعان زمن الفلس الجميل. يلا انت نصيبك بقى، خلصت على كده الحمد لله، ربنا معانا في اللي جاي يا رب يا رب.
جولة الكلاسيكو دي والله ربنا يسترها فيها، لأن هي فعلا هتحدد الدوري جدا. أنا عارف إنه يعتبر لسه بدري على الكلام ده، بس ده ما يمنعش إن هي هتحدد الدوري برضه، لأن أنت يعتبر لو جبت في فروقات النقط والحاجات دي ما مش بعيدة. أنا عارف، بس اللي بيكسب خلاص يعني حرفيا في الدوريات دي بيركب الدوري. اتعرض علينا من الدنمارك، مش عايزين ندرب إحنا منتخبات، إحنا ما بندربش منتخبات، مفيش حاجة اسمها منتخبات، يا ناقصة حرق دم، هتحرق دمنا في محلي ودولي. بس هو حلو قوي على كده، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نوعا ما ابتديت استقر على التشكيله شويه، يعني بصراحه شايف ان بنزيما ايه ما ينفعش مع تشكيلتنا دي، تشكيله يعتبر سريعه. هو طبعا بنزيما زي الفل وكل حاجه، ما قلناش حاجه، بس التشكيله دي عايزه ناس سريعه، عايزه ناس بتجري، اللي قدام دول عايزين ناس يتاقلموا معاهم يعني. فنوعا ما انت عارف امبابي، صلاح، كريستيانو، فينيسيوس، الناس دي كلها طيارات ما شاء الله، فهتنزل لهم بنزيما، وبنزيما يستنى بقى حد عمال البصيل ويسند ويشوط، تلاقي التانيين خلاص اصلا ايه، سافروا مش جريوا. هننزله برضه يعني، ده مش معناه ان احنا هنركب بنزيما. بنزيما مهم جدا طبعا، فينشر رهيب يعني. لا 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 لا، الله يلا. اوعى يابا يا عم الحكم، شكرا. اول مرة تحس بينا يا جدع. ما بقعد انادي عليه في الفيديوهات كلها، في الاخر برضه عارف بيعدي اللعب عادي، يقول لك ضربه مفيش مشاكل، ما خرش الدم، المهم ان هو ما خرش الدم. خد يابا، حط يابا، انت بتعمل ايه يابا؟ انت بتعمل ايه يا عم انت؟ ماشي ماشي، خش يا كريس، خش يا كريس، خش يا كريس، اسند بس اسند، صعبة بس اسند. حلو حلو حلو، دي المندي ماشي، عديه اهي، ادي بس كده، ما سهلة هي يا عم، حرام عليكم بقى، انتوا ايه ده يا جماعة؟ فينيسيوس يجيب في العرض ده ومش عارف مين يجيب في الايه، هي باينه من اولها، باينه من اول الفيديو والله، باينه ان احنا هنلعب ماتش جامد جدا مع برشلونه جدا بقى. ده ايه ده، مين دي؟ تاني اهي، التاني بقى، شكرا. بس احنا كده خدنا الشاي بتاعنا، نتكل على الله بقى. خلصت على كده الحمد لله، ولو اني مش بامل لاسسونا برضه، بس ايش بقى. هتطلع بره يا كابتن بقى كده، خلاص يا عم، ما خلاص يا انت كمان بتديها له، بسم الله ما شاء الله عليك، والله العظيم بسم الله ما شاء الله عليك. شفت قلت لكم والله حصل في حاجه هتحصل، احنا ممكن نكسب ماتش ونعديه عادي كده. لا طبعا لازم يبقى في مغامرات. بابي رجع الامور لطبيعتها تاني، هاتريك كمان كده، الحمد لله ابتدى يظبط معانا. ساعة ما اديت له المركز بتاعه ده وطلعت بنزيما، انا كنت عايز اعمل كده من اول الموسم بصراحة، بس هي الفكرة ان يعني هتطلع بنزيما توديه فين بقى؟ يعني هقعد بقى كده طول الموسم مش هلعب بنزيما.
فدي معضلة، وانا عايز العب بالناس كلها. ف انت لو مكاني تعمل ايه حتى يا معلم؟ قول لي في الكومنتات والله، ايه انسب مركز ممكن احطه البنزيمة في التشكيلة في ظل الناس اللي موجودين دول؟ يعني عندك رونالدو قدام، ممكن احط صانع العاب، بس احنا تشكيلتنا 4-4-2، ممكن اغيرها ل 3-5-2 مثلا، او 4-5-1. هما كانوا زمان بيلعبوا ب 4-5-1 اصلا، او لحد دلوقتي بيلعبوا ب 4-5-1 مدريد عامه، بس في ناس هتتظلم برضه. واحد زي رونالدو ده مش هيقدر يجري، يعني الراجل كتر خيره ان هو ايه بيستلم في النص. هو سريع وكل حاجه احنا عارفين، بس برضه مش لو شفت البيس بتاعه هتلاقيه 79 ده، فكونه يبقى جناح دلوقتي احنا كده بنظلمه حرفيا، يعتبر زي الحقيقه برضه. فصعب ان احنا نطلع بنزيما برضه، راجل زي الفل ما عملناش حاجه. فنش يا راجل، شكرا شكرا، اخيرا اخيرا بيفنشوا في الجول. انا عارف ان هم كويسين وكل حاجه، بس يعني في ساعات كده حاجات بتحصل بستغرب لها والله، يعني اقول مش ده اللي يعمل الكره دي كده، بس هي دي الجمله يعني مش اكتر. امبابي يلا خش يا عمنا، خش يا عمنا، عايزينها حفله بقى النهارده. يلا كده امبابي عنده 4 اجوان، غالبا غالبا هداف الدوري، غالبا هنشوف برضو كده. هو المساعد الداخلي بيقول لي ايه الرغي اللي حصل لي؟ استنى يا كابتن، استنى يا كابتن، طب انا كنت هضغط عليك دلوقتي يعني استناني حتى، عيب والله انت خسرانين 5 يعني، ما مش كده، احترم المدافع، احترم المستويات. ابو صلاح عايزين هدف اسطوري كده، يا هدف انا قلت هو بيحب الزوايا دي فشايط. هيعملوها ولا ايه؟ ايه ده هيعملوها بجد؟ فوق يا جدعان. اشطح انت بسرعتك يا راجل. ادفع بركة. رونالدو الله، يلا ايه الحلاوه دي؟ طب ليه كده؟ ما تفنش بالمره يا عم، كان يبقى جول حلو والله. لا اسيسونا حلو يا جدعان، لو كده لو ثلاثه، لا اسيسونا حلو بجد يعني مش هنكر. فريق مجتهد والله. هي الصورة اللي حلوة يا انا اللي دفاعي وحش يعني مش عارف، لان انا نازل الاساسي بقى، بس هم غالبا هم اللي حلوين غالبا يعني. ده بقول لكم ايه، ما تجيش دلوقتي ها، انا عارف فيفا والله، عادي بتبقى كسبان 5، الخمسة يتعوضوا في الدقيقة 90 مفيش مشاكل. كله بيحصل والله. بص ده اللي انا خايف منه بقى. خايف منه والله، بخاف من الحاجات دي. سبحان الله تبقى كسبان 5-1 تبقى فارق جون في الآخر، تطلع فارق جون، انا مش عارف الكلام ده حصل ازاي بصراحة، بس ايش ده تدابير ربك بقى. لا احنا عايزين نكسب ماشي، انا مش هطلع متعلم من الماتش ده، العيال دي مش جاية تخسر في الآخر لما أكسب. يا راجل حلو،
الحمد لله، عدت على خير. حان وقت المعمعة، الجولة اللي هتحسم الدوريات كلها، مش الدوري ده بس. الله المستعان يا جدعان، الله المستعان، عشان ايه الواحد الله لم من اللقاء ده. المرة دي بقى ايه، نلعب بالناس دي، بس ننزل في الاخر بنزيما كده ايه، يلعب له كام دقيقة ولا حاجة، عشان برضه ما يزعلش مننا. ميليتاو هنحتاجه الماتش ده، بس شكرا على كده. يلا بينا. يا الله يا ولي صبري، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب، أهم ماتش في البطولات كلها. يلا صلاح، يلا صلاح، يلا صلاح. لا 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 لا، تبديل فيها قوي دي. على ملعبنا المرة دي. هو لسه في المرة الجاية، بس أنا بقول لكم بما إننا لسه بادئين أول كلاسيكو في الموسم تقريبا. خد يا صلاح، انت بتموته يا ابني. طب والله يا جدع يا ابني، عارف الحقه. خد يا صلاح، اهي اهي. لا مش الدرجات، ارزع. حلو حلو حلو، وانا شوط فيني بس ايش، ماشي يعني نعديها برضه. طب ما تدخل شوية يعني، انت طالع لي بره ليه؟ المفروض انت تبقى في البوكس يا ابني. اهي ماشي ماشي، يلا خلينا نقعد نضيع كده لحد ايه ما نعيط في الاخر. لا 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 لا، الله 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 الله، ايه اللي عمله رافينيا ده يا جدعان؟ يا نهار ازرق، لا حول ولا قوة الا بالله. الواد لبس كوبري، الله فيني. وانا دي شفت في ده، وانا حسيت انها تبقى مناسبة اكتر. الله 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 الله، قال لك سيبك من الدربكة اللي عمالة تحصل دي، والناس اللي عمالة تضرب في بعض. اهي يا سهلة، جبرت بخاطر يا ابني اخيرا. طلعت انا اللي ظالمك في الاخر والله، يعني حاسس انك بتظلم بابا يا جدعان. انت عمال يعني ما ظلمه معاه من اول الموسم، ممكن عشان ما كنتش لاقي له مكان. انا متاكد ان انا عملت كده، يعني متاكد ان انا عشان ما وديتوش في مكانه فكنت ظلمه، ظلمتك يا بابا يا ابني. يلا 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 يلا، قلت لك انا ظلمك، قلت لك ظلمك والله. ده هو اللي خلصتنا الكلاسيكو يا جدعان، الراجل ده هيخلص لنا الكورة قريب والله. ما شاء الله، هداف كل البطولات في الحقيقة، هداف دوري، دوري الفرنسي، هداف تشامبيونز ليج، هداف كأس العالم. الواد بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ما شفتش حد كده أقسم بالله. كان زمان بقى لما كانت بتحصل أيام بيليه والناس دي، كانت على أيامهم كانت بتحصل كتير، بس زمان قوي، زمن اللي هو زمن بيليه ومارادونا ده، مش اللي هو بتاع غالبا غالبا على ما أفتكر، على ما أتذكر. انا اكيد انا ما عشتش الزمن ده برضه، اكيد في ازمنه تانية كان فيها ناس ما شاء الله عليهم. الهاتريك الهاتريك يا راجل، بس كون ان يبقى واحد هداف كل البطولات دي، ده ما بتحصلش بصراحه. ممكن رونالدو وميسي في عزهم حصلت قبل كده، بس مش في كاس العالم برضه اعتقد. لا 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 لا، الحمد لله. افتكروا ان احنا بنلعب برشلونه، حابب بس اذكر الساده المشاهدين احنا بنلعب برشلونه يا جدعان. اي وقت ممكن يقعد اديكم شايفين اساسا عملت ايه فينا الماتش اللي فات، والله العظيم. ولا كاننا بنلعب بايرن ولا بنلعب مين. ايه ده، ده خرج ليه ده؟ وربنا ما خرجته، ادي مؤامره بقى. انا عادي جدا انزل لونين والله. دافعين لك كام يا كورتوا؟ والله الحمد لله. ده
ده بدري اللي جاب الجول. ده على كده بقى ليفا بيلعب ولا انا بيتهيألي؟ اه بيلعب تحت، ما خدش بالي منه. يا جدعان الواد فران توريس ده، الاجنحه بتاعت برشلونه والله عاملين حفله، اقسم بالله عاملين حفله الماتش ده. لا 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 لا، قلت لكم ايه؟ ما تعملهمش. معروف اكيد، ما لقاء زي كده عمره ما هيخلص مضمون لحد يعني، نادرا لما بتحصل. الله يلا، وده فين؟ خد يا باب. هو انت كنت بتجري من شويه، انت وقفت ليه يا اسطى؟ لا مش التالت بقى، مش كده والله، عايزين نلعب برضه. انت ايه اللي انت عملته كده صراحة؟ ودي سكيل عادي ولا ايه ده؟ اجري انت بس، غفلناها. ايه ده يا كابتن؟ طلعوا رافينيا، نزلوا مين بقى؟ ديمبيلي ناقص سرعات هي. خش عليا طيب كده، ايوه كده، خلص يا باشا الماتش يا باشا، هات الهاتريك بتاعك. يا نهزر، تاخدوا الشاي بتاعكم وتمشي يا جدعان. حلو يا لافين، حلو يا لافين. بعد كده ايه طيب؟ انت تمطيت فيها قوي. لا بلاش ده، بلاش ده، بالراحة ديمبلي، بالراحة ديمبلي. حد يفكر ان هو بيتصاب يا جدعان، ممكن يتصاب ويقع كده. الحمد لله ربنا يستر. حلو يا لافيني قوي، كمل 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 تاني. رونالدو شكرا، خلص الكلاسيكو على طول ان شاء الله يعني. من ساعة ما ماتش اوساسونا اللي فات ده، ما بقت بقلق من اي ماتش والله، لان اللي حصل ده مش طبيعي بصراحه. ها خمسه ولا ايه؟ 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 الله عليك. انا بعترف قدام الناس، هو انا بصوا، انا كنت قايل لكم تقريبا في فيديوهات قبل كده، من ساعه ما بدينا كارير الراجل ده انا مش عاجبني وعايز ابيعه وكل حاجه قدام الناس اهو يا عم. انا بقول لك يعني حقك عليا والله، حقك عليا يعني. انا كنت ظالمه في مركزه والله، وانا كنت عارف من اول الكارير وانتوا عارفين، بس معلش بقى اعمل بنز والله، ما ينفعش برضو نطلع البابي يعني. ما شاء الله عندنا تخمة، مش عارفين ننزل مين ولا مين. الحمد لله خير ربنا كتير، تم بحمد الله. أنا أنت كريم يا رب، رواحة يا جدعان. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله يا باشا. كده احنا نشوف بقى ترتيبنا في الجدول بقى عامل ازاي. احب اقول لكم برضو ان الدوري لسه ما اتحسمش، احب برضو اقول لك ليه، لان زي ما انت شايف النقط معايا هي 49 41، فرق مش كبير برضو يعني، ما اكتسحناش، ف
دي برضو البارسا، فافتكروا برضو ان ايه، نديلها احترامها يعني. الناس دي ممكن ترجع في اي وقت، واحنا ممكن نخسر في اي وقت. ادينا هو مكتوب في الريكورد بتاعنا خسارة، واحنا معانا الناس دي كلها، خلي بالكم. فبرضو ايه، مش مضمون. ان شاء الله برضو خير في اللي جاي. انا لحد دلوقتي والله مش مصدق الماتش خلص 5-2، بس قشطه يعني، الحمد لله ربنا كبير يعني. بعتذر لكم يا جدعان، انا كنت غلطان في حته ان هي الجوله الخامسه، دي طلعت الجوله السادسه وتاهلنا، والحمد لله الحمد لله من ستر ربنا. هنلاعب فرانكفورت، هنلاعب فرانكفورت، والسيتي هيلاعب اتلتيكو، وليفركوزن مش عارف مع مين. ما دي متوشه ايه، مش حلو قوي. اوبا، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده، ده وانا واحد وحش في الحته دي يا جدعان. ده الجدول في الناحيه اليمين دي، ده حرب دي ولا ايه يابا؟ في ايه يابا؟ تشيلسي ودورتموند بايرن يوفنتوس، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده. طيب نسيبهم هم ايه، يموتوا بعض، واحنا ايه نفضل احنا هنا في النص التاني من الجدول. برضه في السيتي واتلتيكو برضه عندنا، بس ايش. طيب الحمد لله ان احنا وقعنا مع فرانكفورت، ربنا كبير والله ان احنا وقعنا مع فرانكفورت يعني، الحمد لله. اشوفك ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجديد يا معلم. اهم حاجه قبل ما اشوفك ان شاء الله، شير لايك سبسكرايب، وما تنساش زر الاشعارات عشان يوصلك جديدنا. السلام عليكم.